السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وين ما كنتوا تشوفون شاشة تلفزيون قطر، مبارك عليكم الشهر مع أنها متأخرة، بس شو نسوي؟ تونا راجعين من العمرة، اللهم لك الحمد، والله يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. صباح الخير. يسعد صباحك ويتقبل الله ومبارك عليك ما تبقى من الشهر، ولو ان احنا الحين في بدايته لحد الحين، يعطيك العافيه. اكيد مشاهدينا وين ما كنتم تتابعونا حياكم الله وصباحكم سعيد، وان شاء الله يا ربي صباحكم في امنيات تتحقق يا ربي، وايضا ايام تكون مباركه وايام جميله، خصوصا ان احنا في ايام مباركه لابد ان احنا نستغل هذا الشهر الكريم للتصالح اول شيء مع ذواتنا في هذا الشهر، وبعد ذلك أكيد نتصالح مع الناس، مع الناس اللي حولنا، أكيد نحاول أن احنا ننظف النفوس من كل ما علق بها على مدار العام، نخرج إن شاء الله من نهايته بذوات طاهرة وكأنما ولدنا من جديد. بالتأكيد شوق، هذه فرصة أن احنا نغير سلوكياتنا، فرصة أن احنا نغير عاداتنا، فرصة للتسامح، فرصة أن أنا أفتح صفحة جديدة أولاً مع نفسي قبل ما أفتحها مع الآخرين، أعيد حساباتي، أشوف عباداتي وين كانت نقاط الضعف، صحيح، أقويها، وين كانت نقاط القوة أستمد منها قوتي، وخصوصاً لما احنا نتكلم عن هذا الشهر الكريم شهر رمضان، يمكن واحدة من أجمل المظاهر اللي تصير أكيد غير عن الروحانيات وهالأمور اللي احنا نشهدها والمساجد، حتى صلة الرحم تكون بشكل غير وبشكل جميل، فحل الواحد أنه كذلك ياخذ هذا الموضوع ويكمل معه طوال السنة، مش أن احنا فقط نجتمع على مائدة الطعام علشان شهر رمضان، أو أن احنا مثلاً نزور أصدقائنا أهلنا أحبابنا فقط علشان شهر رمضان، لا، لابد أنها تكون عادة دائمة موجودة معانا، لأن فعلا من المشاهد الجميلة حنان، أكيد يعني تشتكتي خصوصا أول أيام رمضان. أي والله، لا طول رمضان ترى حلوة، لمتنا في رمضان حلوة، قعدتنا، بعدين هالجلابيات اللي عندي، أي ما أنا قاعدة تشتكتي خصوصا كنت مسافرة أول أيام رمضان، وهالجلابيات اللي عندي متى بلبسهم؟ لازم خلاص كل يوم كل مرتين. يعطيك العافية، وفعلا يمكن هذه من الأشياء الجميلة بعد الجلابيات، اليوم احنا قاعد نشوف ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا كم كبير من المبدعات والمصممات اللي قاعد يقدمون لنا جودة جميلة، منتجات حلوة، وغير كذي الحلو انه إلى الآن صار يمكن حتى الحين هذه الفترة أكثر انهم مع كل الحداثة، لأنه ما زالوا ملتزمين يمكن بالأشياء التراثية الشعبية القديمة اللي تعطي جمال اللبس. أنا أحب البنات الصغار لما أشوفهم بالجلابيات في رمضان، أوكي حلو لبسوهم، والذهب يعني أنا أحب، والشعر يكونون شيء حتى هم يحسون أن فعلا هالشهر شهر مختلف عن كل الشهور، لا حتى اللبس، حتى الأكل، حتى الروح الحلوة اللي تكون في البيت. وعلى الأكل شو تطبخين اليوم؟ والله لحين ما ما قررت أمس واصلة في الليل وعندي لستة هالطول أبي أروح أجيب الأغراض. يعطيك العافية، لكن أنا متأكدة أنك راح تبدعين إن شاء الله في الأطباق اللي راح تقدمينها اليوم، وكذلك مشاهدين نتمنى يعني أن أنتم تستمتعون بهذه الأيام وتستثمرونها خير استثمار بما يتعلق أكيد بالخير بالعطاء، وأيضا أن احنا اليوم نعرف عيالنا على أهم الأمور اللي لابد أن احنا نستثمرها في شهر رمضان، منها تقديم الدعم والعون والمساعدات، هذا اللي راح نشوفه أكيد مشاهدينا معاكم تحديدا من مدرسة الخور، واللي عدتها لنا التقرير هذا زميلتنا كندا، تفاصيل أكثر راح نشوفها معاكم ولنا عودة. مؤونة رمضان أو نقصة رمضان متواجدين اليوم في مدرسة الخور النموذجية للبنين، لأن عندهم فعالية وايد حلوة اللي يسعون من خلالها أن يغرسون قيمة العطاء في نفوس طلابهم. اليوم رح نغطي لكم هذه الأجواء الجميلة بمناسبة شهر رمضان الكريم، تابعونا. والحين تعالوا معنا عشان نختار أحد الطلاب ويأخذنا في جولة اليوم، تابعونا.
السلام عليكم أبلة فاطمة. ممكن ناخذ من وقتكم شوي؟ السلام عليكم يا طلاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. في البداية أحب أعرفكم بنفسي، معاكم صديقتكم كندا. اليوم في عندكم فعالية وايد حلوة، شنو هي؟ شنو قاعد تسوون؟ نسأل هني البطل، قل لنا شنو سويتوا اليوم؟ أول شيء عرفنا عن اسمك؟ سمعت. شنو الأغراض اللي جبتها معاك من البيت اليوم؟ رز، شعرية، زيت، سكر، ملح. ليش؟ شنو قاعد تسوي؟ أتبرع للمحتاجين. بمناسبة شنو؟ رمضان. السلام عليكم يا بطل. عليكم السلام. قل لنا شنو جبت معاك أغراض من البيت اليوم؟ عيش ومكرونة. أيوة. وملح. علي علي صوتك. زيت. ليش كل هاي جبتها؟ شنو بتسوون فيهم؟ أبي واحد منكم يقول لنا ليش إحنا نسوي كل هذه الأشياء ونجمع الأغراض والأكل؟ ليش؟ شنو الفائدة؟ قل لنا. عشان الله يعطينا الأجر والحسنات ويدخلنا الله في الجنة. أكيد إن شاء الله بإذن الله. تعالوا معانا هني بعد نسأله. وأنت يا بطل، ليش إحنا نسوي كل هذا الخير؟ عشان الله يعطينا الجنة ويعطينا أجر. أيوة، إذا مثل ما شفتوا كلهم عندهم وجهة نظر واحدة، واللي هو عشان الله يكتب لنا الأجر بمناسبة شهر رمضان الفضيل. إنزين، من بيطلع معاي في جولة اليوم؟ من؟ تفضل. أنا قاعد أشوف وايد أكل موجود عندكم، شنو راح تسوون فيه؟ راح نحط المؤونة وراح نحطها في الصناديق ونوديها إلى المحتاجين والفقراء. إنزين، تعال نشوف الحين زملائك شنو سووا. يلا تأخذنا؟ يلا عبد العزيز، اشرح لنا شنو الأغراض اللي عندكم هني؟ مثلاً هريس، الرز، الفول، السكر، الملح. إنزين، يعني الأشياء الأساسية اللي تحتاجها كل عائلة، صح؟ صح. أول شيء الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إنزين، أنا اللي عارفه لما يكون حد متعور يعطونا إجازة، ما عطوك إجازة؟ لا عطوني، بس إن أنا صريت إني دوم أكون موجود ومتواجد عشان أساعدهم في الحملة الخيرية هذه. أيوة. وأكون أخذ من الحملة هذه أجر وثواب من الله تعالى. كفو عليك يا فهد، يعني مثل ما شفتوا عيالنا حبيت الوعي عندهم، دائما حريصين إن يشاركون في فعل الخير رغم الظروف مثل ما شفتوا، إلا إنه هو حرص إنه يكون موجود ويجمع التبرعات مع زملائه ويشارك أيضا في هذه الحملة ويكسب الأجر. زين عبد العزيز، ايش رايك الحين ناخذ مقابلات مع بعض زملائك؟ ايش رايك؟ اوكي، يلا خلينا نروح عند الطلاب المتميزين. يلا نروح عند الطلاب المتميزين. الله سبحانه وتعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. واحنا لازم يعني نقتدي باخلاق النبي، ويعني نتبع القران. يعني الحين كل اثنين واحد يشيل الصندوق وواحد يعبي. أيوة. فلازم يعني الاثنين، وهذا يعلمنا التعاون، والتعاون مهم في الحياة. أنا قاعدة أتفحص المنتجات اللي منتهية والغير منتهية عشان أحافظ على سلامة الأشخاص اللي بيوصل لهم التبرع. وبالنهاية شكرا لك عبد العزيز على جولتنا لليوم. شكرا لك أيضا. شكرا لك
إذن مثل ما شفتوا كل عيالنا روحهم حلوة وإيجابية وكلهم حاطين روحهم في هذا النقصة لأنهم حابين يحسون بغيرهم، وأيضاً دائماً عيالنا في هذا العمر هي فرصة وبيئة خصبة أن نزرع فيهم أجمل القيم مثل ما شفتوا اليوم. في المرة القادمة وين رح نكون ومن وين رح نطل عليكم؟ تابعونا. مثل ما قلنا سابقا رمضان شهر فضيل فيه نسيت ايش بقول معصم لحد الحين متأثرة في اجر عظيم اجر عظيم لا احنا كنا نتكلم عن القيم والسلوكيات اللي نتبعها في رمضان، وجميل جدا اللي احنا شفناه اليوم لما عيالنا نبدا نعودهم على مساعده الاخرين. ايضا نشوف بعض الاهالي يحطون شوق جدول لاطفالهم يعودونهم على الصلاه على الصيام بطريقه مبتكره، او احيانا يطلعون افكار حلوه يعني مثلا مثل المسابقات بعد الفطور او قبل الفطور عشان يرسخون عندهم بعض المعلومات الدينيه، وهاي الشيء ترى حلو وايد حلو. حتى على هالطاري حنان يمكن من فتره شفت قبل رمضان ان في ام قاعده تجهز حق عيالها كورنر يكون حق الصلاه، وهي اللي قاعده تسوي يعني قاعده تستخدم اشياء تكون اصلا موجوده في البيت الكرتون، قاعده تقصه وتلونه وتصبغه وتسوي لهم جزء لانهم يروحون يصلون. احس في اشياء الاهل ممكن يسوونها يعززون اكثر من جانب ان العيال يصيرون يحبون انهم يروحون مثلا المسجد، يروحون حتى في البيت عندهم اللي هو الكورنر اللي مخصص فيه سجادات فيه القران فيه كل شيء. احس هذه التفاصيل غير انها تزرع في نفسهم حب الصلاه، غير ان هي اصلا تعودهم على ان هذا الشهر تحديدا ممكن هو يكون شهر البدايات وشهر التغير. انا اتذكر لما كنا صغار كنا نودي صحن الهريسه النكسه هذه هريسه والقيمات او اي شيء قبل الفطور حق الجيران، مجرد هذه روحتنا هذه لين الحين راسخة في الذاكرة أن نساعد أمي بعدين نروح نودي ونرجع بسرعة عشان نبي نتوضأ قبل الفطور وبعد الفطور نبي نصلي. حتى موضوع التمرة اللي لا ناكل أول شيء نفطر على تمرة، في شغلات يمكن إحنا نشوفها وايد بسيطة بس هي تأسس الطفل على عادات وسلوكيات دينية. صحيح. ايش رايك احنا نتكلم في هالموضوع بشكل اكبر أكيد. مع المستشار التربوي منى ابو راشد. هلا مرحبا فيك. لا الله يحييك وكل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم طاعات ان شاء الله. اللهم امين وانت بخير وصحه وسلامه، واكيد ينعاد عليك يا ربي كل عام بكل خير وعلى الجميع يا ربي. اليوم ممكن تكلمنا عن موضوع جدا مهم اللي هو احنا شلون نغرس هذه العادات الدينيه والتربويه في نفوس اطفالنا بكل حب مش باجبار، فنتحدث اكثر عن هذا الجانب. حقيقه موضوع التربيه هو موضوع جدا مهم لانه التربيه هي المستقبل، ابنائنا هم مستقبلنا. فالآباء اللي بيركزوا دائماً على تحديث طرق وتعاملهم مع أبنائهم بيأسسوا في أبنائهم كل جميل. التربية لها أسس، يعني أول أساس في التربية اللي هي الثقة، تزرع الثقة بينك وبين أبنائك. بعد ما زرعت الثقة بيجي هون التفاهم، التواصل، الاهتمام، بعدين بناء العلاقة. يعني قبل كنا نفكر نبني الثقة إنه هي العلاقة، لا، العلاقة مختلفة. علاقة نبنيها بيننا وبين أبنائنا علاقة سليمة بدها طرق للتعامل، بدها مساندة، بدها احتضان، بدها تفاهم مع الأبناء. رقم ثلاثة تعزيز الإيجابيات. جميل جداً إنه الأم والأب يكون لهم عين النحلة. ليش؟ عين النحلة لا ترى إلا كل أجمل الزهور،
النحلة تبحث عن أجمل الزهور وأفضلها عشان تعطي أحسن عسل، في حين عين الذبابة لا ترى غير القمامة. فجميل جداً، بدل ما نرسل رسائل سلبية لأبنائنا، لا، نبحث عن أجمل الصفات، حتى لو مهارة بسيطة، حتى لو طريقة تعامل، طريقة لبس، ذوق، أي شيء جميل ونعزز، يعني نعمل من الحبة قبة. هاي ثلاثة. الرابعة اللي هي تعديل السلوك. تعديل السلوك طبعاً في كل طفل في أخطاء، الكبير الشاب ممكن انحرافات سلوكية فكرية مثلاً. يؤسفني إنه معظم الآباء بيركزوا على رقم 4 قبل ما يبني رقم 3 و2 و1، فبالتالي ما بيستطيع يعدل السلوك بينه وبين ابنه إلا بعد فترة طويلة. ليش؟ لأنه ما في علاقة سليمة بينهم، في فجوة. بعدين مثلاً أنت ربيت وأسست علاقة وفي ثقة، طب شو المجالات؟ المجالات اللي بتهم الابن هي الطفل، يعني مجال هو اللي هي نفسه وجسده، وهون إحنا بنعطي تربية نفسية، تربية جسدية. بعدين مجال الآخر، بالتأكيد بدنا نعلم الابن التعامل في الأسرة وفي المجتمع حتى يكون علاقات. بعدين مجال المهنة، مجال التعلم، مجال المال، وفي الآخر مجال الآخرة. وهذا الأمر لو بالفعل استطعنا إنه نربيهم إنه يبنوا آخرتهم، رح نوفر علينا وقت كثير وجهد كبير، لأنه رح يستثمر الثلاث مجالات الأوائل للمجال الأخير وهو مجال الروح والعقل. فتخيل نربي الأبناء على حب الله عز وجل، مثل ما قلت نعزز فيهم القيام. إحنا الآن في رمضان، خلينا نجاهد في الصوم، ندرس أحسن دراسة في رمضان، نرتب أوقاتنا، نري من أنفسنا لله عز وجل أجمل ما فينا. أستاذة منى، شهر رمضان هو شهر القرآن، شلون أشجع هذا الطفل على قراءة القرآن؟ نعم، الطفل دائما يتعلم السلوك بالعدوى. يعني إن كان مثلا في البداية بيرى والدته والده يفتح المصحف ويقرأه، أو منزل مثلا تطبيق على الجوال إنه عنده ورد يومي، فهون أنت زرعت البداية. رقم 2، قبل رمضان جلسة جميلة مع الأبناء، إنه يا أبناء إحنا في عنا رمضان وفي هذا كنز من الحسنات، وخلينا يعني نحفظ ولو السور الصغيرة، نراجع الجزء عامة مثلا على حسب أبناء وما هم حافظين. ممكن في امتحانات عند بعض الطلاب، ممكن في عندهم جدول، فيضع الأب مع الابن جدول مرتب لحفظ القرآن أو جلسة تلاوة مثلا. مش قادرين نراجع في رمضان، طيب خليها جلسة تلاوة مدة نصف ساعة، فيها أجر، تحفنا الملائكة. طيب بعض الأبناء بقول لك طب أنا بخجل أغلط قدام أخواني، يعني ممكن لا أجيد تلاوة القرآن. طيب تعال أنت، هو قرأ قراءة صحيحة أخذ أجر، أنت أخطأت، تعرف كم أجر؟ أنت أخذت أجرين عند رب العالمين، وفي رمضان الأجور مضاعفة جدا. يعني إذا كان الحرف 10 حسنات في أي يوم من الأيام العادية، في رمضان ضعف الضعف. هيك إحنا بنشجعهم. بعدين ما نختار وقت يكون فيه نعسان تعبان بيفكر مشغول عنده مشكلة، فبالتالي إحنا نختار الوقت المناسب والطريقة المحفزة لهم. صحيح، بلا شك، يعني معلومات يمكن نقاط جدا مهمة. لابد أيضا كذلك مشاهدينا نذكر في نقطة مهمة بالنسبة لتحفيظ القرآن. اليوم بما أن احنا أصلا موجودين في كتارة، عندنا في جامعة كتارة نفسها في الدورة 13 لتحفيظ القرآن بالنسبة للطلبة والطالبات. يعني عندنا اليوم حتى فرصة أن الواحد مش فقط ممكن داخل إطار المنزل، حتى خارج إطار المنزل ممكن أنه يروح ويتعرف أكثر، ويكون في نوع ممكن حتى من العلاقات الاجتماعية اللي تكون لها أكيد فائدة على المجتمع وعلى الجميع. اليوم يمكن ذكرنا نقاط جدا مهمة، لكن الطفل نفس ما احنا نعرف والمشاهد يعرف يحتاج دائما إلى جانب ترفيهي، حتى علشان يمكن توصل للمعلومة أو القصة أو العبرة، يحتاج أنه يجمع ما بين الترفيه وما بين التعليم والدين. فشو احنا ممكن اليوم نسوي لهم برامج تكون فيها التعليم والترفيه في نفس الوقت؟ الآن دائما يدرس الوالدين ظروفهم، مثلا في بيعمل ممكن الأب يكون شغله لساعة معينة، الأم نفس الشيء، يشوفوا جدولهم متى بيكونوا بذهن صافية ونفس يعني عقل فارغ، يعني بهذا الوقت ما ورا ما بفكر بمشاكل، ما بفكر بمواقع التواصل، إنه هذا الوقت وقت نظيف لأبنائي.
فبيتفق مع الأبناء على وقت معين ممكن يفاجئهم بلعبة هم بيحبوها. الأطفال ده حتى لما يصيروا مراهقين بيحبوا حركة، فممكن كمكافأة مثلاً على الحفاظ على جلسات القرآن مثلاً، كمكافأة لهم إنهم بيجاهدوا حالهم في رمضان، يختار الأب والأم يوم بالأسبوع مثلاً أو يومين بعد التراويح مثلاً مسابقات حركية، كور يرموها مثلاً، مسابقات أسئلة عن بعض الصور مثلاً، ما فضل صورة مثلاً تبارك، ما فضل مثلاً صورة الفاتحة، بعض الأسئلة مثلاً الدينية الثقافية اللي بتجمع العائلة بأجواء جميلة بسيطة، لأنه كل ما وضعنا تعقيد كل ما يعني ابتعد الآباء أنهم ينفذوا هذه الأفكار، ولكن كل ما كانت الأفكار بسيطة كل ما استطاعوا أنهم ينفذوها. قصة تشويقية، مين ما بيحب القصة؟ قصة يروها مثلاً بطريقة هيك فيها حماس وفيها تشويق وفيها أكشن، فجميل جداً. وعندنا إحنا مليء يعني السيرة بالغزوات وبالأحداث التاريخية الكثيرة، فبالتالي ممكن الآباء هم يبذلوا جهدهم وممكن يخلوا يفعلوا الأبناء، يعني أحد الأبناء يمسك هاي الفقرة، الثاني يمسك الفقرة الحركية، وهذا الشيء كمان بيعزز المسؤولية، بيعزز التواصل الاجتماعي، العلاقات الأسرية بتصير أقوى. أستاذة منى، بما أنك مدير البرامج والأنشطة في مركز قدرات، كلمينا عن الفعاليات اللي تطرحونها في المركز. والله حالياً إحنا جداً مهتمين بحلقات تدبر القرآن. جميل. حتى وصلنا إلى اللقاء 40، إحنا بادين من رمضان الماضي وللآن، يعني بتقدمه دكتورة سلمى الحرمي مرتين في الأسبوع، هي ساعة وربع ولكن ساعة رائعة فيها تدبر الآيات والمعاني وفضل الصور العظيمة في قرآننا الكريم. جميل، يعطيكم العافية. يمكن مجموعة من الورش والبرامج اللي تقدمونها، فالله يكتب لكم إن شاء الله أجر كل هذه الأمور اللي قاعدة تقدمونها. ومشاهدينا يمكن هذه أيضا فرصة لأن احنا نغتنمها اليوم، عندنا كثير من الحلقات، كثير من الورش، كثير من الدورات اللي موجودة. حلو اليوم حنان اليوم الواحد إنه هو يجمع مش فقط في المنزل خارج المنزل، حتى هم بينهم الأخوان والأخوات لما يطلعون ويروحون مثلا مشاركة القصص، يروحون يأخذون هالأمور تثبت في ذاكرتهم أكثر. مثل ما قلتي اليوم إحنا عندنا وايد مراكز وايد أماكن يقدمون أشياء مختلفة، من فعاليات، من ندوات، من دورات، أشياء كثيرة. عندك مركز ومسجد مجادلة أيضا، هناك الكثير من الفعاليات، وللنساء حلو أن الوحدة تقدر تروح تصلي التراويح وبعد التراويح تقعد تتدبر، تحفظ لها قرآن، بتقرأ في هدوء وتغير جو البيت بعد. صح، أكيد. يعني الواحد إحنا نرجع نقول هني لابد إنه هو يستثمر كثر ما يقدر هذا الشهر، يبتعد عن موضوع التليفون والسوشيال ميديا، كل الأمور إحنا لاحقين عليها، هي عبارة عن 30 يوم، لابد إن إحنا نستثمر هذه 30 يوم خير استثمار، مش فقط لنا ولعيالنا، نكون لهم أقرب، نكون لهم حتى إن إحنا مش فقط أقرب، إن إحنا نكون معاهم ونعلمهم ونحفظهم. نرجع ونقول هذه هي البدايات الصحيحة والأمور الأساسية اللي لابد أن احنا نستثمرها خير استثمار. يعطيك العافية أستاذة منى أبو راشد، استشارية أسرية ومدربة تربوية ومساعد مدير البرامج والأنشطة بمركز قدرات، وشكرين لك أكيد وجودك معنا لهذا اليوم. شكراً كثير لكم. شكراً لك. عندنا تقرير. عندنا تقرير عن نفس الموضوع، حتى عن دور الأهل، شلون أن هم يسوون جدول في رمضان. نشوفه؟ خلنا نشوفه. يلا نتابع معكم مشاهدينا. شهر رمضان المبارك هو أفضل الشهور كي يراجع الإنسان نفسه ويقوي صلته بالله، وهو فرصة مثالية لتربية الأطفال على القيم الدينية والأخلاقية منذ طفولتهم المبكرة، وتهذيب سلوكهم عن طريق اللعب والترفيه والأنشطة المختلفة. وينبغي للأهل الاهتمام بتربية الأبناء منذ الصغر على عمل الخير، ويكون ذلك بتوضيح أهميته وأثره في المجتمع والأجر الكبير لفاعله من الله تعالى،
وتعتبر القدوة الحسنة من أفضل وأنجع وسائل التربية. ومن الصور العملية لذلك اصطحاب الأطفال عند قيام الوالدين بعمل الخير وإشراكهم فيه، واصطحابهم لأداء الصلاة في المسجد وتقديم العون للآخرين، بالإضافة إلى غرس وتحبيب العادات الدينية والاجتماعية والأخلاقية واحترام الآخرين، وذلك من خلال التطبيق العملي. فهذا الشهر هو الوقت المثالي لتعزيز هذه القيم في نفوسهم وتنمية المهارات والحواس الحركية والذهنية لديهم من خلال الأنشطة وإشراكهم بطريقة تجعلهم يتحمسون ويتشجعون ويحبون هذا الشهر ويمضون الوقت مع العائلة بمتعة وسعادة. صباح الخير مشاهدينا من جديد، وحياكم الله. أكيد ما زلنا مستمرين معاكم في برنامجكم الصباحي أكيد، وبرنامج رمضان والناس. إحنا دائما نتمنى أكيد صيام يكون آمن وصحي للجميع، لكن تحديدا اليوم لما نتكلم عن رمضان قد يسبب صيامه لبعض مضاعفات لمرضى السكري، مثل الهبوط الشديد في سكر الدم وحتى الارتفاع الشديد واللي قد يؤدي أحيانا إلى الغيبوبة. لذلك التثقيف من المرض تحديدا يعد خطوة أساسية لصيام آمن، نرجع نقول لضمان عدم حدوث أي مضاعفات. راح نتحدث مشاهدينا أكثر في هذا الجانب، فيسعدنا أن يكون معنا الدكتور محمد زرعي، رئيس اللجنة العلمية للجمعية القطرية للسكري ومستشار السكري ورئيس قسم السكري في مؤسسة حمد الطبية. صباحك سعيد ومساء الخير أيضا كذلك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا، مبارك عليك الشهر. تسلم. احنا مبارك للمشاهدين الكرام بالشهر، وأتمنى لهم صياماً وقياماً مقبولاً إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، تكلم عن مبادرات الجمعية في خلال شهر رمضان. يعني الجمعية القطرية للسكري إجمالاً على مدار السنة عندها نشاطات تثقيفية. وظيفة الجمعية القطرية للسكري وظيفة توعوية تثقيفية وليست علاجية. فعلى مدار السنة هي تقدم التثقيف للعاملين في القطاع الصحي، للمصابين بالسكري وللجمهور. طبعا خلال شهر رمضان يعني النشاطات توجه لكيفية الصيام الآمن في شهر رمضان، يعني والوسائل متاحة. يعني الجمعية عندها كادر أطباء، وأطباء مستشفى حمد أيضا يساعدوا في هذا، عندهم إخصائيين تغذية، عندهم تثقيف، عندهم عناية بالقدم وهكذا. فيعني كل الإمكانات متاحة الحمد لله. فالجمعية في خلال شهر رمضان لها نشاطات كثيرة. طبعاً في أحد الأنشطة مهم اللي هو الجمعية عندها تليفون للاستشارات الطبية، هذا أطباء مستشفى حمد بيأخذوه كل يوم من الساعة 8:30 بعد صلاة التراويح إلى 11:30 ليلاً. فأي أحد من الإخوة المشاهدين عنده سؤال ممكن الرقم معروف، أنا يعني بس هو منشور في الجريدة، هذا الرقم كل يوم مع التليفون، بس يعني مع دكتور نفس التليفون. فإذا أي حد عنده سؤال في المساء ممكن يسأل هذا الرقم.
يعطيكم العافية، يعني فعلا من المبادرات المهمة اللي أيضا ممكن تسهل وتساعد مرضى السكر. اليوم نتكلم إحنا ممكن عن هذا الجانب اللي هو عيش حياة صحية، هو هذا الهدف الآمن، وأنه يكون أيضا صيام آمن. طيب دكتور، لو نتحدث عن أهم العادات والسلوكيات اللي مريض السكري لابد أنه هو يتخذها خلال شهر رمضان. يعني هو في شهر رمضان أول شيء الإنسان لازم يكون استشار الفريق الطبي المعالج، هل هو يستطيع الصيام ولا لا قبل رمضان. فإذا كان الإجابة يعني بالإيجاب، ومعظم الحالات يعني معظم الإخوة المصابين بمرض السكري يمكنهم الصيام بدون يعني خطورة، لكن يعني في عدة أشياء لازم نلاحظها. الوجبات، لأنه إحنا وجباتنا بتتغير، طبعاً إحنا بناكل الإفطار والسحور، الكمية الطعام يجب أن لا تختلف كثيراً عن الإفطار، بالعكس لازم تكون أقل. إحنا للأسف يعني بعض الإخوة بيكون أكثر، وعشان هيك في آخر الشهر بتلاقي الإنسان زاد وزنه بدل ما ينقص وزنه هو المفروض. فالإنسان يلاحظ كمية ونوعية الأكل، لأنه الأكل أو الوجبات الغذائية تختلف حسب النوع. يعني في أكلات خاصة الغنية بالدهون كمية السعرات الحرارية في الجرام هي ضعف كمية السعرات الحرارية من الكربوهيدرات أو من البروتينات، وبالتالي الإنسان يلاحظ يكون الغذاء متوازن. هو الغذاء الصحي، هلا احنا يعني تغيرت النظرة للغذاء الصحي. الغذاء الصحي هو أكلنا، بس احنا بنعدله بحيث يكون صحي نوعية وكمية. يعني احنا في أكلنا يكون النشويات المعقدة، الخبز، البطاطا، الأرز، حوالي 40-50% من مجموع الوجبة اللي بناكلها، 20% بروتينات، 30% من المواد الدهنية خاصة اللي مش مشبعة، يعني زي زيت الزيتون أو زيت الذرة. فإذا هاي انتبهنا على هالنوعيات في خيارها، طبعا بالإضافة للخضروات والفواكه، بعدين الكمية، يعني كمية الأكل مهم نحسبها بالتقريب بالسعرات. يعني مثلا انا عندي في اليوم الانسان العامل اللي يعني عنده جهد حوالي بده من 1800 ل 2000 كالوري باليوم، النساء مثلا اقل عن 1500 1600 كالوري في اليوم. فالانسان بالتقريب كيف نحسبها؟ جرام الدهون فيه 8 سعرات، جرام البروتين 4، جرام الكربوهيدرات 4، فبالتقريب نحسب. فاذا احنا حسبنا كميه السعرات اللي بنتناولها المفروض ما يزيد وزننا، ولو نقصناها شوي ممكن نخسر الوزن. نعم جميل. يعني اليوم احنا ممكن قاعد نتكلم عن هذا الجانب اللي يتعلق بالتغذية. اليوم التغذية لها دور أساسي وفعال، كذلك اليوم ممارسة الرياضة دكتور أتوقع كذلك لها دور فعال في جانب تعزيز الصحة لدى يمكن مريض السكري. نتحدث أكثر عن الرياضة كذلك دورها المهم حتى في شهر رمضان. نعم، هي فعلا سؤال مهم، لانه في ناس يعني بيخطئوا في اختيار وقت الرياضه. وقت ممارسه الرياضه في رمضان هي في بعد الافطار الصحيح، لانه لو الانسان العصر مارس الرياضه هذا من اخطر الاوقات لممارسه الرياضه، لانه السكر بيكون تقريبا منخفض خاصه الاخوه المصابين بالسكري. طبعا اللي مش مصاب بالسكري ممكن يمارس الرياضه بالعصر او انت ما بده، لكن المصاب بالسكري الفتره اللي بيكون الفتره الحرجه اللي ممكن السكر ينخفض فيها اللي هي بعد صلاة العصر، بين صلاة العصر وصلاة المغرب. وإحنا دائما بننصح الإخوة المصابين بالسكري إنهم يفحصوا نسبة السكر في هذا الوقت، خاصة إنه في مجموعة من الناس بيسووا قيلولة أو بيناموا، فإذا الإنسان نام والسكر منخفض ممكن ينخفض وهو نائم يتسبب في غيبوبة. فدائما ممارسة الرياضة في رمضان بتكون بعد الإفطار، مش بعد وجبة الإفطار مباشرة، بعد صلاة التراويح. احنا دائما ليش بيكون مر له ساعتين ثلاث انهضم الاكل، يعني دائما حتى احنا في الانسان العادي ما بيمارس الرياضه بعد الوجبه. بعد الوجبه لما يكون الانسان عنده جهد يهضم الوجبه، فما في كمان جهد يبذله للرياضه، دائما ساعتين ثلاث بعد الوجبه. دكتور بما انك موجود معنا خلينا نستغل الفرصه ونتكلم عن شغله نسمعها وايد في السوشيال ميديا، مقاومه الانسولين، والانسولين ارتفع، وانت كانسان يعني انا اتكلم عن الجانب الانسان الطبيعي اللي مو مصاب بالسكر، شلون لا تاكل تمر، لا اشرب معاه لبن، فدخنا مع السوشيال ميديا.
أقاوم الأنسولين ولا أخليه يطلع ولا وين الصح؟ مقاومة الأنسولين هي حالة فسيولوجية في الجسم مهم. ليه؟ لأنه مرض السكري خاصة النوع الثاني، احنا يعني مرض السكري هو نوعين. النوع الأول بيكون في فشل كلي في غدة البنكرياس في إنتاج الأنسولين، هذا ما في مقاومة، مقاومة طبيعية بس ما فيش أنسولين، فالإنسان لازم يأخذ أنسولين من الأول. لحسن الحظ هذول قليلين، حوالي 10% من مجموع المصابين بالسكري. لكن النوع الثاني، النوع الثاني هو اللي فيه مقاومة الأنسولين، يعني معظمها بنتج من زيادة الوزن، يعني الخلايا البنكرياس بتكون بتنتج نسبة أنسولين أقل من العادي، وعمل الأنسولين مش كما يجب، يعني الخلايا ما بتتجاوب مع الأنسولين كما بتتجاوب الشخص الطبيعي، فهي بنسميها مقاومة الأنسولين، يعني الجسم ما بيستجيب لهرمون الأنسولين بشكل طبيعي كالآخرين، فعشان هيك بيحتاج إلى كمية أكبر من الأنسولين، وإذا البنكرياس ما عندها استعداد أو ما عندها قدرة تفرز أنسولين زيادة بيظهر مرض السكري. نعم. طيب دكتور محمود، اليوم ممكن السؤال الأهم، الأم أو الأب اللي عندهم مثلا أطفال مريضين سكري، شلون ممكن يعرفون إذا هذا الطفل أثناء فترة الصيام إذا صار عنده هبوط أو ارتفاع في السكر؟ في علامات، في دلالات ممكن توضح لهم هذا الشيء؟ الحمد لله الأمور صارت سهلة. أولا الأطفال أو المصابين بالنوع الأول من السكري إحنا إجمالا بنصحهم عدم الصيام، لأنه بيعرضهم لخطورة، واللي إحنا ذكرناه النوع الأول من السكري عادة بده علاج بالأنسولين، وأحيانا بده علاج يعني 4 جرعات أنسولين في اليوم، صعب في رمضان نرتبها. لكن في ناس يعني الشاب يقول لك أنا بدي أصوم خلاص، هلأ في جهاز بنحطه في الحساس سنسر بنسميه، هذا بقيس على السكر على مدى اليوم ل14 يوم. يعني لو بده صوم الشاب بده بس جهازين بده، يعني مش جهازين هو سنسرين، فهذا بيعطيك السكر على مدار الساعة، يعني مستوى السكر، وبيعطي إشارة إذا السكر نازل بيعطي إشارة، ولما ينزل كثير بيعطي إشارة تنبيهية، وإذا ارتفع كثير بيعطي إشارة تنبيهية. فاللي مصابين بالنوع الأول إذا أصروا الأطفال أو الشباب يصوموا، الأهل يعني يتأكدوا إنه هذا الشاب مركب الجهاز هذا، فهذا بيسهل كثير. لكن لو الجهاز مش مركب كيف بيعرفوا؟ أعراض، مهم جدا أعراض انخفاض السكر، لأنه مش كل الناس عندهم هذا الجهاز موجود. أعراض الانخفاض، إذا الإنسان أحس والله جوع شديد، في زي تسارع في دقات القلب، في تعرق، في دوخة، إذا في عنده جهاز سكر وبيقدر يقيس نسبة السكر كان به، إذا ما في يفطر، وهذه من اللي يعني المباحات للإفطار. نعم. حتى لو تبين أنه كان مخطئ، يعني كان أولى أنه يفطر، لأنه ترك السكر ينخفض قد يشكل خطورة. بلا شك. دكتور محمد الزرعي ألف ألف شكر لك، ونتمنى الشفاء للجميع وصوم مقبول يا رب. إن شاء الله يعطيك العافية مرة ثانية. يعني هو المفهوم العام أنه الدين يسر. صحيح. يسر. أكيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أكيد. يريد الله بكم اليسر. إن شاء الله. أكيد. يعطيك العافية. أكيد مشاهدينا مستمرين معاكم، لكن بعد هذا الفاصل.
عندي أنا؟ لا أنا دائماً أحب أني أنا ألعوز شوق. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ونقول لكم إن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم طاعاتنا يا ربي، ويكون يوم خفيف ولطيف. وإحنا اليوم يوم الخميس، أنا ما أدري شو مجهزين يوم الخميس، شو عندكم فعاليات يوم الخميس؟ اليوم فعاليات والله مع الأهل بتكون اليوم، أحس أني يمكن بعد أطبخ أسوي لهم، أساعد ماما، أساعد الوالدة الله يحفظها أكيد ويطول بعمرها ويحفظ جميع أمهاتنا. أي إيش بتطبخين؟ لا إيش بطبخ ما أدري لحد الحين، بعد البرنامج بقرر شنو بطبخ، بشوف ما شنو طابخين وأنا بسوي الزيادات الثانية إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية يا ربي. إنزين أنتي اليوم بعد نفس الشيء راح تطبخين وبتسوين الأكل؟ بس أنا عقب بروح الجمعية، على حسب اللي بشتري من الجمعية بسوي الطبخة. بعد لا تنسي لازم تشترين بعد الماي معك، وبعدين بعد الفطور خلي دائما معك. أكيد أكيد. تشربين ماي عدل؟ إي وايد. حريصة على هالشيء؟ لأن أنا من الناس اللي أشرب عصير. فدائما غراش الماي موجودة على الطاولة. وبعد نقطة مهمة حنان، يمكن في رمضان تحديدا الناس نهاية خلاص اللي هو على وقت السحور يبتدون يشربون كميات كبيرة من الماء، طبعا هالشيء غلط. لازم الواحد من بعد الفطور ويبتدي حتى لو مو هو عطشان، بس يبتدي شوي شوي يبتدي يشرب كميات كبيرة من الماء على شكل تدريجي علشان ما يصيده الجفاف. أكيد بالذات احنا في رمضان نشرب شاي وقهوة وايد، وهذه الأشياء أصلا هي مدرة للبول فتسبب جفاف للجسم، فالأفضل أن دائما خلوا الماي قدامكم عشان ما تنسونه، كل ما شفتي غرشة الماي اشربي ماي. بالضبط هذا هو، لازم تكون دائما موجودة أيوة. معنا علشان نفس ما قلت لكم، مو أن أنا اليوم أخلي جسمي يكون محتاج أنه يشرب ماي، لا، أن أنا أبتدي أشرب الماي على دفعات من بعد الفطور. عشان كذي راح نتكلم أكثر مشاهدينا عن هذه الفترة تحديداً، وخصوصاً أول المتغيرات اللي تكون في شهر رمضان، لأن نفس ما يمكن ذكرنا أنا واختي حنان أن في كثير من الأشخاص يعانون كذلك بسبب نقص الماء، ممكن يكون هناك في جفاف بالبشرة نتيجة الامتناع عن تناول المياه والمشروبات لفترة طويلة. هذا راح يؤدي أكيد إلى تقشر الجلد وحتى ممكن أحياناً إصابته بالتشققات. راح نتحدث مشاهدينا أكثر في هذا الجانب، فيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة نوال العالم، استشاري في أمراض الجلد وجمال البشرة والشعر. حياك الله معنا دكتورة. الله يحييكم مبارك عليكم الشهر الأستاذة العزيزة حنان والأستاذة كمان شوق، ما شاء الله عليكم، كلامكم ممتاز ورائع دائما حبيبتي، ومبارك الشهر على المستمعين الكرام. دكتورة نوال، يمكن أغلب الناس تعاني من جفاف البشرة، زين شنو الحل غير الكريم؟ أكيد، لأن الجفاف عشان نحل مشكلته أنا بنفكر في طريقتين، من الخارج ومن الداخل. الحين من الخارج الكريم ما يكفي، لازم كريم ومرهم. ليش؟ أنا كريم في ماي، فحطي لي كريم عقب ساعة اللي هو طاير خلاص وجاف، خاصة إذا كان في تغير في درجة الحرارة، يعني مكيف بعدين برا الواحد يطلع حر وبارد وبارد وحار، أو يغسل يده بحار وبعدين بارد، هالشكل تغير الحرارة هذا يخلي الجفاف. لازم نحط فوقهم طبقة المرهم. طبعا الناس الزايد تحط مراهم على اليد لأن شوية لزق في الملابس وكذا، فقبل النوم تكون المرهم شوي يكون في دسامة. إنزين الحين هذا اللي من برا، من دا بعدين في شغلة ثانية بعد، إنه ما نشيل الماي اللي موجود. شو اللي يشيله؟ الصوابين والمنظفات وكثرة المنظفات والماي الحار وكذا. من الداخل، من أهم الأمور إن أنا رطب يعني الواحد ما يسقي الزرع من الشجرة من فوق، يحط الزرع تحت وتروح للجذور، يحط الماي عفوا تحت وتروح للجذور، وبعدين توصل حق الأوراق والأغصان وكذا. نعم. ضروري الماء صحيح إحنا نشربه ونبتدي كذا شوية شوية، يفضل إن نشربه قبل الأكل عشان ما يتقل على إذا فطرنا وبعدين شربنا الماي، الماي ينزل تحت بسرعة الهضم يعني في المعدة من تحت والأكل يطلع فوق. فيفضل نشرب الماي وناخد التمر أو الشيء الحلو أي فواكه يعني، ونستنى شوية شوية يعني دقائق مش يعني كثير، وبعدين نبتدي في الشوربة يا ريت، وبعدين نبتدي في الأكل. نعم. الحين طريقة الترطيب بالماي من الماي، نعم، إضافة لذلك اللي هي طبعا الشوربة، إضافة لأكثر من الفواكه والخضروات لأنها من بتروسة ماي، بينما الأشياء اللي تجفف، الخبز يجفف، الرز يجفف، ما فيهم ماي،
بالذات الرز الابيض المقشور مش الكامل، الكامل يمسك ماي، الشوفان الكامل يمسك ماي، الحب الهريس يمسك ماي. بس عندك مثلا الرز الابيض الشوفان هاي الكورن فليكس كلهم ياخذون الماي من الجسر، فهاي نقلل منهم. الحين ده قدامي عصير، قدامي فواكه، لا اكل الفواكه ما اشرب العصير. ليش؟ العصير بسرعه بيطلع من الجسم، الفواكه يقعد. ليش؟ لان الماي فيها داخل الخليه. يعني فرق واجد اني امسك البرتقاله مثلا اكلها والحبات اللي جوا في داخل البرتقاله ينفتحون في بطني ما يسوي حموضه، او اني اعصر البرتقاله واشربها بتعوم على معدتي وممكن يعمل لي حموضه. هاي ضروري ان ناخذ الفاكهه مش العصائر. طيب دكتوره نوال، بما انك ذكرتي هذه النقطه، يمكن في سلوكيات كثيره احنا نسويها تزيد وتفاقم من مشكله الجفاف اللي تكون موجوده في حياتنا بشكل عام، فشنو ممكن هذه الاخطاء اللي انت تشوفينها كونك يمكن دكتوره واستشاريه واختصاصيه في هذا المجال، تشوفين الناس اللي يجوك او الحالات اللي يجوك، شنو اهم الاخطاء اللي يسوونها ونصيحه اكيد منك علشان نتفادى هذه الاخطاء؟ نعم، الاخطاء اول شيء اكل السكر، السكر وايد يستهلك ماي، لازم نشرب معاه ماي زياده. الموالح، الاكل المالح يعني مثلا الوجبات السريعه لازم نشرب معها ماي زياده، تستهلك ماي الجسم. طبعا اللي هي المشروبات الغازيه، بعد اي مشروب غازي بدر البول الله يكرمك، الشاي والقهوه بدر البول، فلازم هذول نستبدلهم بمشروبات حلوه بعد وطيبه يعني وما تدر البول الله يكرمك. يعني عندك الحين مع رمضان مثل الكركديه، التمر الهندي، اللي تدخل الشغلات اللي هي اللي ما طعمها حلو. بعدين في ناس يقول لك انا ما احب الماء، لا تقولي لي اشرب ماء ما احب الماء. فنوع الفواكه والخضار في الماء هاي شيء وايد حلو وايد زين، عصرة ليمون صغيره مش ما يكون طعم يعني الماء الا خفيفه. ليش؟ لانها تعادل وتروح الحموضه اللي في الماء، تسويها قلويه فتصير تروي. في فرق اني اشرب ماء قلوي احس اني مرتويت، او اني اشرب ماء مش قلوي وما يكون الشعور الارتواء موجود. نعم. طبعا الانسان اللي بيعمل اي مجهود رياضه حركه كذا، وطبعا الماركر مالنا يعني شلون نعرف حالنا شربنا ماي كفايه ولا لا؟ الله يكرمك من لون البول، شفنا اصفر غامق معناته محتاجين ماي واجب، لازم يكون ما في لون عنده كلش، ما في لون. نعم. دكتورة نوال الله يعطيك الصحة والعافية، ومشكورة لك على هذه النصائح والدقائق اللي عطيتينا إياها من وقتك، شكرا لك. أهلا فيك حبيبتي. يعطيك العافية مرة ثانية دكتورة نوال، شكرا أكيد على هذه المداخلة والمعلومات المهمة، ممكن حتى آخر معلومة الواحد فعلا حلو أنه هو على أساس أنه هو من البيت يعرف إذا هو كان شرب كميات كافية من الماء أو لا. وإحنا بالنهاية نتمنى لكم يا رب الصيام يكون مقبول، يوم يكون لطيف خفيف إن شاء الله، ونفس ما ذكرنا الواحد يحاول كثر ما يقدر يستثمر وقته خير استثمار، خصوصا في هذا الشهر الفضيل. أيام المعدودات كلها كم يوم، باكر يعني الواحد ما يدري إذا هو بيعيش له السنة الجاية ولا لا، فعشان كذي مثل ما قالت شو، هي كلها أيام نستثمرها في طاعة الرحمن، كل شيء لاحقين عليه، السنة طويلة نقدر نروح ونجي، في أشياء حلوة إن إحنا نسويها على مدار السنة، بس في أشياء نخص فيها رمضان بلا شك أكيد. وإن شاء الله يومك يكون لطيف وخفيف وسعيد، وكذلك السادة المشاهدين نتمنى لكم يكون يوم جميل. أما الحين نقول لكم في أمان الله وبحبه، مع السلامة.